نواصل حوارنا حديثنا فضفضتنا بوحنا حول جميل راتب الفنان الكبير العظيم اللي رحل عن دنيانا منذ ساعات. هو مواليد طبعا 18 أغسطس 1926، يعني الرجل توفي عن عمر 92 سنة، عمر طويل ومديد، وجزء من امتداد العمر ده قراءة مصر كلها من سنة 26 لغاية النهاردة. احنا قصاد رحلة جميل راتب اللي هي تقريبا رحلة حياة مصر خلال قرن من الزمن، او يوشك ان يكون قرنا، من اول لما نلاقي الاسرة المصرية اللي فيها الام فرنسية، لما نشوف الابن ابن الطبقة الغنية اللي يدرس حقوق وبعدين يسافر يكمل تعليمه في الخارج، وده كان موجود ومطو يعني ومتفق عليه او معمول به او معتاد ويومي وطبيعي وبديهي لدى مساحات من الطبقة المصرية في فترات الاربعينات والخمسينات وقبل كده طبعا. لكن ايضا كان لا يمكن ان يحول دون انه اصحاب الطموح من شبابنا المصري الفقير المدقع زي طه حسين مثلا يسافر ويبقى مبعوث، وفي بصرة مبكرة جدا اثناء الحرب العالمية الاولى في فرنسا. يعني اذا التحاق الطلبة المصريين او سفر الشباب المصري للتعلم في الخارج لم يكن قاصرا على طبقة او شريحة اجتماعية غنية مقتدرة فقط، صحيح كان غالب، لكن كان متاح لاخرين بطموحهم او برعاية من الشريحة الاغنى. ازاي؟ يعني مثلا الامير يوسف كمال اللي هو اسس مدرسة الفنون الجميلة، لعك هتبقى كلية فنون جميلة في مصر، راجل محب جدا للفن واسس كليه او مدرسه فنون جميله اللي هي عباره عن يعني حاجه بقعه نور عظيمه في حياتنا المصريه. اتمنى بس ما تكونش تحولت الى كيان بيروقراطي. يعني مش بس بقى اسس الجمعيه الكليه واسر وانفق عليها وادى مكافئات للطلبه اللي فيها لا، وصفر كمان محمود مختار اول مثال مصري عالمي فظيع رهيب، واحد من اهراماتنا الفنيه العظيمه في مصر. يعني يا جماعه اذا كان عندنا زعامات زي سعد زغلول وجمال عبد الناصر واحمد عرابي ومصطفى كامل ومحمد فريد، كل الزعامات دي يعني احنا عندنا زعامات عظيمه ما تقلش في عطائها البلد عن الزعامات السياسيه دي، ومنهم محمود مختار المثال الاروع والاعظم، وطبعا صاحب تمثال نهضه مصر الاشهر اللي موجود وسط جامعة القاهرة، أول مبتعث مثلا بالإنفاق بتاع الأمير حسين، وخرج مجموعة كمان بعدها من الطلب، وفي بعض الفنانين راحوا على حسابهم واتبهدلوا جامد. ده في قصة عن اتنين فنانين مصريين حقيقة طلبة اتخرجوا من فنون جميلة وقرروا يدرسوا في إيطاليا. الاتنين كانوا مشغلين مدرسين في مصر، تعينوا مدرسين يعني، ومفيش ومش عارفين يطلعوا على حساب حد، فلازم يطلعوا على حساب نفسهم هم فعلى نفقتهم. فاتفقوا الاتفاق ده ان هذه السنة هتسافر انت وانا هشتغل في المدرستين، مدرسة بدرس فيها ومدرستك، فيبقى مرتبك شغال يصرف عليك وانت مسافر، السنة الجاية ترجع ونعمل نفس. وحصل، والاتنين دول قابلوا بالصدفة سعد زغلول وعرف الحكاية دي منهم، فبدأت الدولة المصرية ترعى الطلبة اللي في الخارج من خلال التجربة دي. طيب، فاحنا إذا لما بنشوف جميل راتب بنشوف جميل راتب اللي سافر برا يتعلم، لكن كمان سافر برا واشتغل ومرجعش، واشتغل ومثل، اندمج في الحياة الفنية في فرنسا، ودخل حاجة زي المسرح القومي عندنا كده، كوميدي فرنسيز هناك أهم حاجة في فرنسا، يعني كان مدرسة مسرحية عظيمة، يعني فرقة مسرحية كبيرة، يعني كأنها المدرسة اللي تخرج فنانين عظام، وعاش حياته كأنه عمره 20 سنة مثل في فيلم فرنساوي، لكن وفضل لغاية سنة 74 موجود في فرنسا
بيمثل وكأنه مواطن فرنسي. 74 رجع وبدأ رحلته في مصر. بصرف النظر عن رجع بقى عن ليه رجع، لكن هو رجع لأسباب اجتماعية وعائلية، وبعدين قعد كمل، يعني ما رجعش بقرار فني، ده رجع لأسباب العيلة والورث والحكاية، ورجع وتعالى وانت يعني في الوقت ده قربي بخمسين سنة، يعني مواليد 26 ورجع مصر سنة 74، كان عمره 48 سنة. كان عمره كام؟ تعالى نحسب كده، 74 و26 كان عمره 48 سنة. 48 سنة يعني بدأ هيرجع يبدأ في مصر ممثل من عمره 48 سنة، كتير قوي. طبعا في مصريين عملوها، في فنانين بس عملوها من غير ما يكونوا في فرنسا وناجحين وبيشتغلوا ويرجعوا. في عندنا من اللي بدأ متأخر فنان كبير عظيم رائع اسمه محمود مرسي، النجم الكبير العملاق محمود مرسي ده بدأ بعد الأربعين، ما وكان مخرج إذاعة ومخرج تلفزيون ومخرج مرموق، يعني بدأ كممثل في الفترة لما كبر في السن. الأستاذ سيد عبد الغني كان صحفي في الأهرام، وبرضه في الأستاذ والمخرج العظيم الراحل يوسف شاهين بيصور فيلم العصفور في جرن في مؤسسة الأهرام، فسعيد عبد الغني صحفي فيه، قال طب نعمل احنا دور الصحفي، فعمل هو دور الصحفي ومن يوميها بقى ممثل وينخرط في عالم التمثيل. ففي كتير، في الأستاذ حسن عبدين واحد من الأفزاز الكوميديا في مصر، بدأ هو صحيح كان ممثل في الشركات من صغره، بس هو يعني بروزه ونجوميته واحترافه بعد الأربعين. في كتير يعني، مش كتير قوي بس فيه. انما وفي على فكرة ممثلين مصريين انتوا بتعرفوهم كوجوه يعني على الشاشة، بس هم بيبقوا مثلا مدير عام في شركة. كان في مدير عام اعلانات اخبار اليوم لفترة قريبة جدا استاذ حمدي يوسف بيمثل، وعلى فكرة واتسجن مع يعني وصدر حكم بسجنه مع عادل امام نجمنا الاعظم في قضية الافوكاتو. يعني استاذ حمدي يوسف كان مدير اعلانات الاخبار اليوم. حتى فنان كبير ورائع ونبيل استاذ اسامة عباس فضل لغاية ما بقى رئيس بنك وهو بيمثل برضه. يعني اقصد في النوع ده من عشق وشغف التمثيل والفن لدرجة انه تتوائم مع وظيفتك اللي بتشغلها، تفضل بتمارس الفن بروح المحب والعاشق مش بروح المحترف المتفرغ. وفي اللي بعد 40 سنة ياخد قرار لا انا عايز اكمل في التمثيل. وفي بقى نموذج جميل راتب اللي هو وعمره لا هرجع مصر، لا هقعد اشتغل في مصر وهبدأ من الاول، ويسيب 40 سنة اكتر من 40 سنة او حوالي 40 سنة شغل في فرنسا. برضو حدا نقطة مهمة تاريخيا، يتقالك ان الممثلة كوكا السمراء الشهيرة بطلة عنتر بن شداد وزوجة الفنان الكبير المخرج الشيخ المخرجين ياز مصطفى كانت تمثل في امريكا، كل ده وهم طبعا، عايز اقول لكم كل هذا وهم، كان ده حالة دعائية تماما ولا علاقة لها بالواقع. يبدو ان الفنان الوحيد اللي قرر ما يستكملش رحلته الفنية والسينمائية والمسرحية في اوروبا ويعاود البداية مع مصر او في مصر او من مصر كان جميل راتب. هتقول يوسف وهبي عملها، اقولك لا، يوسف وهبي وضع مختلف. ازاي؟ يوسف وهبي مثل في افلام ايطالية وهو شاب راح سافر هنا من مصر، راح يدرس تمثيل في ايطاليا وبعدين بدأ يمثل هناك في مسرحيات وفي افلام. طبعا كان ده في مرحلة مبكرة جدا من السينما، وما يظنيش يعني انه في اي حاجة محفوظة له كممثل في ادواره الاجنبية. لكن من اللحظة الاولى يوسف وهبي كان رايح اوروبا يتعلم وناوي يرجع، مش قاعد ومحترف. من اللحظة الاولى كان وهو كان لسه صغير خالص، كان عشرينيات وقال عشرينيات، وكان فرحان بنفسه قوي وحاجة. لما تقرأ مذكرات يوسف وهبي يعني عاش بالطول والعرض والورب والمقصات وكل حاجة في ايطاليا، لكن طول الوقت في قرار بانه كل ده مؤقت وراجع. انما جميل راتب كان خلاص اقام واستقر ويعني
وقرر الاستمرار في عالم فرنسا بكل يعني تفاصيل فرنسيته، لكن لما يرجع لمصر المسألة عائلية، ويبدأ 74 تاني يبدأ مرحلة السينما المصرية، لكن بدأ كبيرا، بدأ كبيرا جدا وبدأ متميزا للغاية، وفي الظرف ده وفي الوقت ده قدم علامات للسينما المصرية. تعالوا نقف عندها شويه.